بأهله. رقم 13، الانتقاد المستمر. هل الانتقاد الذي يمارس مواقع التواصل الاجتماعي واللي يمارس في الوظيفة في البيوت، أسلوب النقد هذا، هل هو أسلوب صحيح أم أسلوب خاطئ؟ إيش رأيكم؟ خلي حوار بيني وبينكم، ليش خاطئ؟ أحسنت. أسلوب الانتقاد الذي يمارس اليوم معنا في واقعنا هذا ليس انتقاد، وإنما هذا تجريح للمشاعر. أول شيء، طبيعة النفس البشرية لا تحب الإنسان الذي ينتقدها باستمرار كثير. ثم طريقة الانتقاد اليوم عند بعض الناس يقول لك اسمح لي أنا اللي في قلبي في لساني، هذه تسمى دفاشة وليست رقي ولا ذوق، وما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينتقد كان ينتقد بالمدح. عندما رأى صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر أنه لا يصلي الليل، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ أولا بالمدح. ولذلك القاعدة الأولى في الانتقاد أن تبحث عن إيجابيات هذا الإنسان، عن فضائله، عن خيره، عن إيجابياته. بعض الأبناء ماذا يقولون؟ أبوي دائما ينظر لي على أني أنا سيء، معقول أن ما فيه خير؟ معقول أن كل سلبيات؟ لأن هذا الأب دائما ينتقد بطريقة مباشرة. هذه قلوب لابد أن نقرب لها القرابين، لابد أن نمهد النفوس. إذا انفتحت قلوب الناس لك انفتحت عقولهم. لطالما استعبد الإحسان إنسان، هذه تصبح قلب عبيد لك عندما تبدأ لها بالإحسان بالطيبة، تمهدها قليلا ثم تعطي ما لديك.